سنين او 8 سنين منذ البدايه مع الفريق الاول وحتى انتقالك للنادي الاهلي، تفتكر مين المدير الفني اللي اثر فيك بشكل او باخر؟ يمكن معظم انا كابتن شخصيتي، انا لعيب بحب استفاد من كل الناس اللي بتعامل معاهم، سواء كان شخصيه ممكن تضرني لانها فيها حاجات سلبيه فهحاول ابعد عنها او احاول اتغاضى عن السلبيات، او شخصيه فيها ايجابيات واحاول ان انا اخد الايجابيات وتبقى موجوده في كاريزما او في شخصيتي. لكن انا اكيد اتاثرت بكل المديرين الفنيين اللي اتعاملت معاهم، لكن يعني خصوصا يعني لو هنيجي نخص مدير فني معين حسيت ان هو اثر فيا، يمكن الكابتن ربيع ياسين كان رقم واحد، لان هو كابتن علمني اساسيات ان انا ازاي ابقى محافظ على تنظيم تيم او سواء بره الملعب او جوه الملعب، ازاي ابقى بحترم زمايلي، ازاي هو انا اتعاملت مع كابتن ربيع وانا عندي 17 سنه. كابتن ربيع ياسين؟ اه طبعا. وانا عندي 17 سنه واستمرينا مع بعض لحد 21 سنه، كان الوقت طويل جدا ومعظمه اغلبه كان معسكرات. فلا كابتن ربيع ياسين ليه دور كبير قوي في حياتي، اثر فيا بشكل كبير بصراحه، وانا بعتبره واحد من المدربين اللي اقدر اقول عليه زي والدي. لان هو ما اتعاملش معايا كلعيب، اتعامل معايا كابن. وعامه مش معايا انا كلعيب معين، كان بيتعامل معانا كلنا مع منتخب كامل كاولاد يعني. لدرجه ان هو كان بيعلمنا اصول الدين، ازاي ابقى صح، ازاي ما انساش ربنا، ازاي اتعامل مع الشخصيات اللي حواليا، ازاي اعمل حاجه صح، ازاي ما ابعد عن الغلط. كل حاجه كابتن كان بيعلمني اعيش ازاي. برضو واحد من المدربين اللي حسيت ان انا مستوايا فرق معاه جدا كان ستاستيان دي صبر. مدرب هايل الحقيقه. جدا جدا، انا فعلا اتعلمت منه كتير وشفت فيه كابتن امكانيات مدرب كبير جدا، يعني بيفكر، عنده فكره، عنده تكتيك. يمكن في وقت من الاوقات جمهور الاسماعيلي كان بيشكك في قدرات اللعيبه الموجوده، لان هو كان بيتمنى دايما، كل جمهور بيتمنى لنادين هو افضل عنده افضل لعيبه، واصل لليفل كويس جدا، بيتمتع خصوصا جمهور الاسماعيلي بيحب يتمتع ككوره. باستيان صبر كابتن عمل ده من اللعيبه، من كواليتي اللعيبه اللي موجودين اللي كانت الناس بتتكلم عليهم بشكل سلبي. فانا شفت دي نقطه ايجابيه جدا في تفكيره او في طريقته كمدرب يعني.